تجربة عملية على توصيل الجيتار بالتابلت أو بالتليفون. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. أهلا بيكم، المية تكدب الغطاس. عندنا جيتار وعندنا الجهاز الصغير دوت اللي أنا هوصله بتابلت أو بالتليفون زي ما أنا عاوز، بحيث إن أنا أطلع صوته على التابلت والتليفون وأسمعكم صوته وأشوف التأثيرات اللي ممكن تبقى موجودة أو السوفت وير اللي يبقى موجود على التابلت وينفعني. فأنا معايا دلوقتي الجهاز لاين 6 اللي هو الوصلة بتاعة التابلت، ووصلت الكابل معاها، كابل بتاع التابلت جواها اهوت، وهدخل الجاك بتاع الجيتار فيها، وبعد كده هوصل الجهاز دوت كله بالتابلت، فالصوت بتاع الجيتار بتاعي هيطلع على التابلت بتاعي زي ما انا عاوز. طيب انا دلوقتي عندي التطبيقات بتاعتي بتاعت التابلت اللي موجوده عندي على التابلت بتاعتي، فيها تطبيقات جيتار اللي انا بستعملها في ان انا بستعمل افكت. افضل تطبيق اللي هو بايس افكتس دوت اللي انا بشتغل عليه من بوزيتيف جريد، هو تطبيق مش غالي وفيه كمان مجاني كمان، يعني هو اغلبه مجاني يعني. فهنسمع دلوقتي التطبيق دوت لما وصلت الجيتار خلاص بالجهاز بتاعي، ودلوقتي الجهاز واصل بالتابلت وانا بستعمل الامبليفايرات. نسمع التأثيرات التانية. بيجي معاه ايقاع كمان، في برنامج بتاع ايقاع بيجي معاه، فانا هبتدي اعزف مع برنامج الايقاع دوت واشوف هقدر اعمل مثلا حاجة قريبة من اللي انا عاوزها. يعني ممكن اتمرن مع برنامج الايقاع دوت. ممكن انا اتحكم كمان في الصوت بان انا بطفي الدرايف فيبقى الصوت كلين. ممكن ادخل منه كمان على البرامج اللي انا بستعمل منها التسجيلات، او ان انا اعدل في الامبليفاير. كده الجيتار بتاعي دلوقتي من غير تأثير بتاع الديستورشن. لو ضفت الديستورشن بدوس بس بصباعي الزرار بتاع الديستورشن اللي يظهر اللي هو البدال اللي اسمه فينتج فاز. ممكن كمان اخرج وادخل على برامج تانية زي البرنامج مثلا انا بسجل بيه مثلا ريتم صغير كده وابتدي اعزف معاه اللي هو اسمه اكس درامر. فانا هسجل دلوقتي مثلا كوردات معينة وهستعمل الكوردات ديت لان انا بعزف معاها.
واشوفكم الحلقة الجايه.